أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة. ضيفنا النهاردة يمكن مفاجأة بجد، ظهوره الإعلامي نادر جدا، نقدر نقول إنه اكتشف أكتر من 95% من نجوم الأغنية العربية من خلال رحلة طويلة فنية بتقدر بربع قرن يمكن أكتر كمان، ويديله العمر كله يا رب. معانا النهاردة الفنان حميد الشاعري. أهلا يا حميد. حميد أهلا. أنا في القهوة خديتك منورنا بجد بنورك يا دينا والله، واحنا سعداء جدا انت موجود معانا النهارده. شكرا والله. وعايزه ابارك لك اول حاجه خالص على الجنسيه المصريه. الله يبارك فيكي. شكرا. بتعني لك ايه الجنسيه المصريه يا حميد؟ والله تعني لي شيء يعني تكريم لي، يعني انا لي بالجنسيه مصر الانطلاق على عرب الانتماء، فالجنسيه دي عانت لي اشياء كثيره. اولا امي مصريه وخلاني مصريين، يعني بالعربي كده منكم. لا انت مننا. احنا وطن واحد. وحميد يمكن مجيئك لمصر هنا يمكن غير حاجات كتيرة جدا، ورحلة فنية جميلة جدا. بس عايزة ابتدي بافهم بقى وحميد وعودة تانية، ايه المقصود بافهم بقى؟ اغنية يعني حالة خاصة كانت بي انا بعد جاية في 5 سنين، فكان لازم اقدم شيء يكون على الأقل مختلف على الموجود في سوق الكاسيت ويكون متميز، والحمد لله يعني حاسس ان هي كانت موفقه بالنسبه لي. يمكن حميد جالك SMS من اماني بتقول لك حميد اول ما جيت مصر اتهاجمت كتير جدا، وناس كتير قوي هاجمت اللون اللي انت بتقدمه، رايك ايه في الموضوع؟ هو ما فيش راي، انا الهجوم ده بيبقى نتيجه شيء جديد، بس يعني ما كانش لسه مستسار عند الناس، و ده هاجمت كتير قوي يمكن 15 سنه هجوم. نعم بس الحمد لله، يعني الواحد بيحب يعدي الصعاب شويه لما تبقى الواحد ليه طموح فبيخطي كل مره صعب او حواجز، فالحمد لله اثبتنا وجودنا، وده شيء يهمنا، كان اهم من ان احنا نرد على الهجوم. يعني يعني ايه بكبكه يا حميد؟ أكلة شعبية ليبية مشهورة جدا، مكرونة بطريقة معينة. اشرحها لنا بقى، والله بتعمل ازاي؟ أنا أعرف أعمل لك، أشرحها صعب جدا. طب مكوناتها إيه؟ بسيطة جدا يعني. لحمة ومكرونة. الاثنين مع بعض؟ أصل أنا بص أنا هجاوب مش عارف المكرونة الأول ولا اللحمة، بس هي لحمة. مين أشهر واحد دايما يكلمك في التليفون حميد؟ أنا جاي دلوقتي آكل من عندك. هشام عباس. هشام ده عسل. ده جميل وهو روقان. عارفة الروقان هشام؟ رايق جدا. دايما عارف تبقى قاعده كول كده، وهشام يجي يعمل جو كده وتلاقي المواضيع اتقلبت وتغيرت، يعني شخصيه مميزه وكاركتر وتالنت وكرييشن كل حاجه. علاقتك بنديم ابنك، واحنا عارفين ان هو بيبوظ لك المزيكا وبيعمل مشاكل في البيت. مش بيعمل، هو جيل تاني ورايه مهم بالنسبه لي، واقرب راي لي ابني. طبعا. نعم. وبس مشاكله بيمسح لك السيديز بتاعتك؟ لا لا لسه امبارح مسح لي السيدي والله. بجد؟ كان عليها ايه بس دي؟ مش عارف، اغاني يعني. انا بحب اعمل داتا كده، فهو او يعني بيتعلم، وعشان يتعلم لازم يغلط كتير عشان يفهم الصح. فتعال نروح فاصل ونرجع مره ثانيه. دلوقتي احنا يمكن من 15 يعني رحلتك 25 سنه اللي انت اكتشفتهم نجوم سوبر ستارز، يعني كانوا ستارز في وقتها ودلوقتي بقوا سوبر ستارز، مصطفى قمر وعمرو دياب وغيرهم كتير، هشام عباس. ما تيجي بقى تبص دلوقتي ما بتلاقيش اي سوبر ستار. متعه المعاناه بقى. يعني احنا على جيل الثمانينات ما كانش في ساتلايت ولا في دش ولا في، كان وسائل الوسائل السمعيه مجرد كاسيت وسي دي بس، حتى سي دي في اواخر الثمانينات. فكان الفنان بيبذل اقصى جهد عشان يبان بصوره افضل. دلوقتي التقنيه اللي بقول لك عليها اللي هي الساتلايت والمحطات واس ام اس تطلبي الاغنيه اللي انت عايزاها، كانت بقت في سهوله في التعاطي مع الفن. لكن احنا كان عندنا المعاناه، ومتعه المعاناه دي في الفن جميله 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 يعني. لا انت عارف المشكله في ايه؟ ان احنا دلوقتي بنلاقي مطرب الاغنيه الواحده، مطرب حقق نجاح بسرعه جدا واختفى، واحد كده ما بيكملش. ده راجع لايه بقى؟ سوء تخطيط ولا ايه؟ في ايه؟ يعني مثلا اقول لك، انا في اغنيه انا كيفني قوي اليومين اللي فاتوا، هم مالهم بينا يا ليل، هيثم سعيد. صوت حلو وحضور حلو وتصوير حلو عصري جدا،
ممكن هيثم ده يتوه وسط زحمة الأغاني، بس مش معناه إن هو مش كويس، هو كويس يعني ممكن يتوه شوية يعني، لكن هو فنان كويس وصوت كويس وحضور كويس وقبوله كويس. ده فده ما تلوميش على الفنان في الحتة دي، تلومي على الكترة، ممكن الكترة تأثر على حاجة كويسة. أنت عندك إمبراطورية نون؟ صح. وليه النون بالذات؟ تكملة الإعلامي. يعني عندي ولاد عمي كلهم نون، ولاد عمي التاني كلهم فاء، فكان أختار ما بين الفاء والنون، فهمت إزاي ولا لا؟ فعملنا لورا ثلاثة نون كلها، كملنا نديم نبيلة نوح. نديم نوح نبيلة نورا. طب علاقتك بيهم عامله ازاي؟ بتقعدوا مع بعض امتى؟ فله يعني كل واحد سيستم، يعني كل واحد ليه الحياه الخاصه بتاعته. طب قول لي كل واحد شخصيته عامله ازاي؟ نورا لسه صغيره 30، ف بس شخصيتها ما بنتش من دلوقتي. اللي زعج بقى مزعجه جدا. يعني بس انا اروح الصبح، انا بخش انام الصبح مثلا، فهي تكون صاحيه ما تعيطش الا قدام باب الاوضه عندي. فهمت؟ يعني تتضرب مثلا تحت، تطلع فوق تعيط قدام. المقاييس هي بتاعت الاطفال 3 سنين يعني كده. وهي نازله سلام الفيلا وحش يعني، انت بتبقى نازله وحش دو 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 دو، وبعد شويه تلاقي حته صغيره كده. بتقول ايه الصوت ده جاي منين؟ وتلاقيها هي كل اللي يعني امامها حتى اللي نازله هتشوف المفاجاه دلوقتي الا صغيره. حاجه صغيره يعني. ربنا يخليهم لك يا رب. تفتكر ال 3000 استرليني فاكرهم ولا لا؟ طبعا. احكي لي انت بقى القصه دي. دي قصه يعني غيرت مسار حياه بالكامل. دي طبعا الفلوس كانت المفروض انا ادرس بيها ساعه طيران يعني وكده، اخذتها انت اكتب بيها شريط. طبعا كانت كارثه يعني، الجيتار اتكسر عليا والجوده يعني حاجه، بس الحمد لله كان لازم اثبت وجودي. ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المستمعين، وحميد جالك ايميلز كتيره جدا بيقول لك هم شافوك في اكتر من مجله، خسيت جدا جدا جدا. نعم. عملت رجيم في قد ايه بقى وخسيت قد ايه؟ انا نزلت 35 كيلو. يا كتير قوي في مده يعني شهر. طب وجبت بقى الارض ده؟ انت بتحب الاكل جدا. و قرار، انت بتاخدي قرارك بيني وبين نفسك، محدش هياخد القرار ده الا انت لما تاخدي قرارك في الموضوع التخسيس او نقصان الوزن. نقص الوزن ده قرار شخصي بيكون. انا وصلت لمرحله كان لازم اعمل رجيم. طب ودايما بسمع ان في الرجيم اكتئاب. انا جالي اسبوع، طبعا مده اسبوع بس كنت واخد قراري. اكتئاب يعني اللي هي لما تقعد تشرب كوبايه ميه بس. طب ايه الوصفه بقى؟ ما تاكليش. ده بالفعل اي حاجه صعبه قوي يا حميد. جدا الصعوبه يعني صعبه جدا. الحمد لله ان انا عديت المرحله دي. اول اسبوع ده يعني بيبقى صعب جدا في الرجيم، بس انا بالنسبه لي كنت واخد القرار. وبعد كده بقى دلوقتي بتاكل اكل معين بحافظ بقى ثبت وزني يعني لسه نازل كمان شويه، محتاج 6 كيلو كمان يعني 7 كيلو. لا فين فين؟ لا كويس عشان لما اكل ابقى بزيد سبع سوستة. حميد هو انت فعلا هتبني بيت في ليبيا عشان نلم العيلة كلها؟ ربنا يكرم. يعني عندك حلم بكده؟ احنا 15 اخين، انا امنيتي ابني بيت كبير كده الم فيه عيلتي كلها، وتغربنا كتير فنفسي تلم كده غربة، كل واحد في حتة وكل واحد في، فنفسي يعني تتلموا كله كلنا بعد 20 سنة و 25 سنة. ربنا يديك الصحة رب. حميد يمكن برضو جالنا اس ام اس من مين هقول لك ازيك ايه عامله نون، غالبا هي مبسوطه جدا بحرف النون، بتقول لك انت فعلا في فيلم سينمائي بيحكي عن قصه حياتك بيتعمل دلوقتي او هيتعمل؟ والله اسالوا علي رجب بقى، هو المخرج هو اللي عرض الفكره دي يعني. علي هو اللي عرضها وربنا يسهل يعني. علي اصل صديق من يمكن 18 سنه من اسكندريه يعني، وانا عارف ان علي موهوب جدا. هو عرض علي قلت له علي اعمل الفكره وانا واثق فيك يعني، فلو حبيبها اوكي. في مناطق معينه عايز تركز عليها في الفيلم ده؟ والله هو علي ما علي يعني مر برحله كلها قدامه، فهو هيشوفها ممكن انا شايفها بمنظور ما يليقش بالسينما.
لظروف معينه، هو ممكن يشوفها منظور هو سينمائي اكتر من يعني. فهو علي انا بثق فيه تماما، لو قدم الفكره انا موافق طبعا. علي لو قال اي حاجه انا موافق معاه، ان انا بثق فيه تماما انه بيحب السينما. حميد نورتنا وبنشكرك جدا على وجودك معانا. بنورك والله يا دينا، شكرا جزيلا بجد يعني. يمكن كنت سعيده قوي وكنت محظوظه جدا ان انا ابقى معاك النهارده. ده من كرم اخلاقك والله. لا بجد والله، ويمكن المستمعين كمان كانوا سعداء جدا بوجودك معانا، وبيقول لك ما تغيبش علينا مره تانية. يا رب. واحنا في انتظار الالبوم بتاعك قريب قوي ان شاء الله، والتصوير كمان ان شاء الله. وبكده اعزائي المستمعين تكون خلصت حلقتنا للنهارده، واستنونا ونجم جديد. شكرا.